لي سؤال آخر يا فضل الشيخ. تفضل. نعم، لو أن شخصا يعمل في مجال الضرائب ويخفف على الناس وينمي هذا التخفيف، ولكنه يعلم أنه لو ترك المكان أتى شخص آخر مكانه لا يخفف على الناس مثلما يخفف، خلاص يكون هو أفضل من غيره. نحن هل هو لو ترك المكان تأسما، لأن نفسي يعني نفسيته لا تطيق هذا الكلام، هل يكون تخلى عن هؤلاء المظلومين؟ لا، ما يكونش تخلى ولا حاجة. لا، ليس، لم يتخلى. يعني لا يجب عليه البقاء في المكان بحيث لا يدفع لا 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 وهي لا 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 يجب عليه. بارك الله فيك. نعم. طب وهل الضرائب هي المكوس فعلا يا فضيلة الشيخ؟ ما نستطيع أن نقول هي المكوس قولا واحدا. نعم، الله يسلمك. نعم، جزاكم الله خير. وإياكم.